نظمت محافظة دمشق اليوم فعالية دمشق القديمة بدون سيارات في تجربة تهدف للحصول على معطيات رقمية ومؤشرات تبين مدى انعكاس هذا المشروع الإيجابي على المدينة القديمة. طبعا من غنى المدينة القديمة حبينا انه تكون نشوفها بعيون جديدة ونقدر نحقق نقطة التوازن بين احتياج القاطن والزائر يلي جاي يزور الفعاليات السياحية بشكل عام. حاولنا طبعا نأمن خلال هاي الفعالية سير بديل للحالات الخاصة واللي بحاجة، وطبعا القاطنين حاليا عم نسمح لهم بالدخول. نحن عم نحاول نحقق نظرة جديدة، فكرة جديدة. طبعا أمننا المرائب المحيطة بالمدينة القديمة مجانا للزائرين ولا القاطنين. خطوة عظيمة حقها تكون بدون سيارات بدون تلوث، جميلة جدا، ما هي كبيرة وما هي صغيرة يعني، وسياحيا أفضل. نحن نحب كل شيء لبلدنا، طبعا نحن مع هالخطوة. هاي الخطوة كتير منيحة. أول شيء بتنمي البلد، إنه ما يصير عجقة، ما يصير هل يعني في أطفال كتير عم تروح بهيك شغلات، فهاي الخطوة كتير كتير منيحة. شغلة حلوة إنه تكون هيك الأمور. كان بالأول عجقة، سيارات ومدارس وعالم فوق بعضها، هيك أفضل، وفتحت المجال للعالم تروح وتجي. شغلة حلوة كتير، مبادرة كتير حلوة. تجربة هلأ إحنا نزلنا بس كله حلو، والطرقات فاضية، ما في زحمة ولا في عجقة. يعني إذا ما في سيارات والحارات هيك ضيقة كتير منيحة مشان نمنع تلوث البيئة، وكمان إنه سياحية تعطي جو. إن شاء الله يا رب بتصير بيرجع بلدنا سياحي مثل المكان.